إهداء من عمتك نورة أم تركي بمناسبة ختمك لكتاب الله. فحت لها لزهر وفاضت الأشعار، فحت لها لزهر وفاضت الأشعار، حيت تخرجها والعزم والنصار، كلمها المهنة لتمانيها من المتوسط تم تخرجها، طلب كل لحلمها وصلاة والفخر فيها حان، بختمها القرآن سمت لأرقاشان، عمتها تهديها شعرا تحييها، نور البديع باركت لها وهنتها، ريم البديع في عزمها قوة، مثابرة حازت لها الفخر كلها، فحت لها لزهر وفاضت الأشعار، حيت تخرجها والعزم والإصرار، ريمها النهانة لتمانيها من المتوسط تم تخرجها، كل البديع اليوم أخوانها وعمام، يبارك الريمة ابني لها الأمال، في شهر ذي القعدة طموحها أثمر، سنة 43 تاريخ يتسطر، ريمة أميرتنا أنت لنا مفخر، بختمك للقرآن في عمر 15، فحت لها لزهر وفاضت الأشعار، حيت تخرجها والعزم والإصرار، ريمها النهانة لتمانيها من المتوسط تم تخرجها، ريما كم سهرات وللسور حفظت، عن بعد كم درست ورتلت وتلت، سعت بفضل الله لحفظ وحي الله، والله وفقها حمدا وشكرا له، ريما قد صرتي لأمك قرة عين، ولأبوك سعود فخرا ورفعة شان، لزهر وفاضت الأشعار، حيت تخرجها والعزم والإصرار، ريمها النهانة لتمانيها من المتوسط تم تخرجها، والشكر يتجدد لله سبحانه، من نسل أبو سالم ما الكل يشهد له، وافخر بجدتها الجود شيمتها، وافخر بأبوها سعود كل الأدب والذوق، شكرا لوالدتها وإخوانها الكرماء، في دعمها كانوا عونا لها دوما، أبوها أوصاها بالحفظ والاتقان، تلاوة وعمل يبقى مدى الأزمان. استوديو اف